يا ابن عباس ها هنا مناخ ركوب
خطاب ومنازل شهداء. قوم لا يسبقهم بالفضل من كان قبلهم ولا يلحقهم من كان بعدهم. وعلى هذا يعني لما كان عاطفة أمير المؤمنين مع الحسين وأصحاب الحسين وبنات الحسين وأطفال الحسين أيضا الشيعة عاطفتهم معها تمثيلك عيني. لا لأجل متوبة لكنما عيني لأجل كما تبتل منكم كربلا بدم ولا تبتل مني بالدموع الجارية يا كربلة في شاحة من صوايا Allah.